السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة ميس مامي التعليمية. النهاردة هشرح يونت 7 من منهج كونكت بلس للصف الأول الابتدائي لغات بعنوان Let's go shopping. Let's go shopping. Let's يعني هيا بنا، go نذهب، shopping للتسوق، يعني هيا بنا نذهب للتسوق. وهنا صديقتنا البيزي بيبي تقول look انظر listen استمع and read واقرأ. وهنا في الصورة اللي قدامي صديقتنا هنا وصديقنا هاني بيجهزوا نفسهم لقضاء عطلة يعني أجازة. وهنا في الصورة هنا بتقول لهاني we are going on vacation. we are going on vacation. we يعني نحن، are هو verb to be، go يعني يذهب، on حرف جر، vacation يعني عطلة. ودايما هنا عندنا كلمة vacation بيجي قبلها حرف الجر on، يعني نحن ذاهبون لقضاء عطلة. نحن ذاهبون لقضاء عطلة. راح هاني قال لها what do you need on vacation، يعني ماذا تحتاجي في الأجازة. ردت عليه هنا وقالت له I need، أنا أحتاج shoes حذاء، clothes ملابس، and sunglasses ونظارة شمس. وبعد كده هاني سألها Do you want the teddy bear؟ Do you want the teddy bear؟ teddy bear اللي هو الدب، اللعبة الدب الدمية. هل أنت تريد الدب؟ ردت هنا وقالت Yes، نعم I، أنا want، أريد the teddy bear، نعم أنا أريد الدب اللعبة أو الدب الدمية. because لأن he makes me، هو يجعلني happy سعيد، يعني نعم أنا أريد الدب الدمية لأنه يجعلني سعيدة. طيب هنا في الدرس ده إيه الكلمات الجديدة اللي هيتعلمها التلميذ؟ هيتعلم let's، هيا بنا، go نذهب، shopping التسوق، vacation أجازة، need يحتاج، shoes حذاء، clothes ملابس، sunglasses نظارة شمس، teddy bear الدب الدمية، makes me يعني تجعلني هابي سعيد. نيكست بيج، هنا عندنا صديقتنا البيزي بي بتقول look انظر listen استمع and say وقول. وانا هنتعلم اسماء ملابس جديدة. هنا عندي اول حاجة سويتا، اللي هو القميص الصوفي سويتا. بعد كده عندي جاكيت، اللي هو الجاكيت جاكيت. سكيرت جيبة، سكيرت جيبة. سوكس شراب، سوكس شراب. سكارف وشاح، سكارف وشاح. كاب اللي هو القبعة، كاب قبعة. شيرت قميص، شيرت قميص. القميص اللي هو بكم. تي شيرت اللي هو تي شيرت، اللي هو بيكون نص كم. دريس فستان، دريس فستان. وبعد كده صديقتنا البيزي بي بتقول read اقرأ and say وقول. وهنا هنتعلم أسماء الإشارة، وهم في اللغة الإنجليزية أربعة this وthat وthis وthus. وفي الدرس ده الأول هيتعلم this وthat. هنا في الدرس ده هيتعلم الأول this وthat. طيب هعلمه الابن إزاي؟ تعالي وأنا هقولك. الأول هنقول this للمفرد القريب. this للمفرد القريب، يعني لما أشاور على أي شيء واحد قريب مني هقول this. هقول إيه؟ هقول this. طيب that، that للمفرد البعيد، يعني لما أشاور على أي شيء واحد بعيد عني هقول إيه؟ هقول that، هقول that. طيب وهنا هنتعلم السؤال باستخدام what is. what is يعني لما نستخدم أسماء الإشارة this و that هنسأل ونقول what is، لأن is طبعا بتيجي مع المفرد. بعد كده هنستخدم يا إما this يا إما that. وهنا في الصورة اللي قدامي البنت بتشاور على الجيبة scared، وهنا الجيبة قريبة منها. يبقى هنستخدم إيه، this ولا that؟ طبعا إحنا قلنا المفرد القريب بنستخدم this، يبقى هنقول What is this؟ يعني ما هذا؟ طيب وفي حالة الرد هنعمل ايه؟ هنعمل مقص، هنحط this الأول، بعد كده هنحط is، بعد كده
هنكتب حاجة هنا، بعد كده الأول هنكتب سكير، هنكتب سكيرت. طيب ايه الحاجة اللي هنكتبها قبل سكيرت؟ هنا قبل سكيرت احنا عارفين ان سكيرت دي جيبة يعني مفرد. طيب احنا اخدنا قبل كده المفرد بياخد ايه قبله؟ بياخد أداة النكرة ولا ان. طبعا احنا قلنا ان دايما ايه بتيجي قبلها حرف ساكن، تمام، بتاخد الحروف الساكنة. طيب هنا عندي كلمة سكيرت اولها حرف ايه؟ اولها حرف ساكن اللي هو حرف الاس، يبقى هتاخد ا. يبقى هنقول this is a skirt، this is a skirt، يعني انها تكون جيبة. هنا المثال الثاني، البنت بتشاور على القميص الصوفي سويتر وهو بعيد عنها وهو واحد بس، يبقى هنستخدم ايه؟ طبعا هنستخدم ذات. يبقى لما نيجي نسأل هنقول what is that، what is that، ما هذا. يلا نعمل مقص، يبقى هنقول that is sweeter، that is، وهنكتب حاجة الأول بعد كده هنقول سويتا. ها هنا سويتا هتاخد ايه؟ ا ولا ان؟ طبعا هي اولها حرف ساكن، يبقى هتاخد ا، يبقى هتاخد ا سويتا. يبقى هنقول ذات از ا سويتا، انه قميص صوفي. وهنا عندي صديقتنا البيزي بي بتقول لوك ات، انظر الى اكسرسايز تمرين رقم 2 بوينت شاور ask اسأل and answer وجاوب. هنا بيقول هنا هنسأل what is this or that، هنا عندي this هنجاوب طبعا ب this is a. وطبعا هنا كل الصور اللي قدامي في الكتاب كلمات بدأ بحرف ساكن، يبقى هنستخدم معاها أداة النكرة a. يلا نعمل مثال مع بعض. هنا عندي صورة فستان بعيد، هنستخدم ايه؟ طبعا هنستخدم ذات، يبقى هنقول what is that، what is that، ما هذا. هنعمل مقص، نقول that is a dress، that is a dress، انه يكون فستان. نعمل مثال كمان، هنا صورة تيشيرت قريب، يبقى هنستخدم ايه؟ طبعا عارفين هنستخدم this، يبقى هنسأل what is this، ما هذا. هنعمل مقص، this is a t-shirt، this is a t-shirt، انه يكون t-shirt. وده شرح مبسط، يا رب اكون افدتكم. next page، هنا عندنا صديقتنا بيزي بي بتقول read اقرأ and say وقول. وهنا هنتعلم كمان من اسماء الاشارة this وذوس، this وذوس، لكن هما الاثنين بنستخدمهم في الجمع، يعني this للجمع القريب، يعني لما اشاور على اكتر من شيء بس قريب استخدم ايه؟ استخدم this. طيب وذوس، ذوس للجمع البعيد، يعني لما اشاور على اكتر من شيء بس بعيد استخدم ايه؟ هستخدم ذوس. طيب لما بنسأل هستخدم ايه؟ هنستخدم what are، what are، علشان هنا جمع يبقى هنقول ايه؟ what are، وبعد كده هنستخدم this او this. وبعد كده ما بنيجي نجاوب بنعمل مقص، بنقول this are او نقول this are. وهنا عندي في الكتاب عندي صورة ولد وهو بيشاور على اتنين من القفاز وهم قريبين منه، يبقى هنستخدم ايه؟ طبعا هنستخدم this، يبقى لما نسأل هنقول what are this، what are this. طيب ولما نجاوب هنعمل مقص، هنقول this are gloves، this are gloves، يعني انهم قفازات. الصورة اللي جنبيها، هنا الولد بيشاور على البنطلون pants، بنطلون يعني pants، وهو بعيد منه وبيقول what are this، what are this. وهنا هنجاوب ونقول this are pants، this are pants، this are pants. وهنا عندنا صديقتنا البيزي بي بتقول listen استمع sing غني and complete وكمل. بعد كده بتقول color ولون. هنا في الجدول اللي قدامي مكتوب what
is، ها بعد كده جايب لي نقط بيقول it is a وسايب نقط، بعد كده يقول ايه it's blue it's blue، انها لونها ازرق انها لونها ازرق. طيب هي ايه اللي عندنا مفرش في الصورة؟ عندنا صورة جيبة. طيب الجيبة هنا عندنا قريبة، يبقى هتاخد ايه؟ هتاخد this، يبقى هنقول what is this what is this it is a skirt it is a skirt، انها جيبة it's blue it's blue، وهنلونها باللون الازرق. بعد كده بيقول لي what are وسايب نقط، بعد كده بيقول ايه there وسايب نقط and there blue too، وهم كمان لونهم ازرق. هيبقى هنقول ايه what are this، هنا طبعا هو بيشاور على صورة الحذاء لان هنا الحذاء عندي قريب، هنقول ايه what are this what are this، هنقول their shoes their shoes and their blue too، وانهم كمان لونهم ايه ازرق، وهنلونهم باللون الازرق. بعد كده بيقول لي what are سايب نقط their، وبعد كده سايب نقط their red and green، انهم يكون احمر واخضر their red and green، انهم يكونوا احمر واخضر and yellow واصفر and white وابيض and blue وازرق، اللي هما ايه؟ هنا هنقول دول الكلمة عن الشرابات، هنقول what are those what are those their socks their socks their red and green their red and green and yellow and white and blue، وكده. وبعد كده هنلون باللون الاصفر والابيض والازرق والاحمر والاخضر. وبكده انا خلصت الفيديو، لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب وتشتركوا في قناتي قناة ميس مامي التعليمية.